عسلامة ومرحبا بكم على قناتنا الأخبارية الحياة لافي. كيف ما تعودوا في كل يوم عنا أخبار وأحداث جديدة ومتنوعة، وكما تعرفوا ما زلنا في قضية راشد الخياري بحكم مازال ما سلمش نفسه وما حبش يمشي للقضاء ويقدم اللي عنده حسب ما يقول هو بالطبيعة، وهذا دليل كبير جدا على الكذب والإشاعات اللي بنفقها، وأحنا ما نستنيوش في حتى دليل لأنه واثقين في رئيسنا. ولو كان يعيد الانتخابات في السابق جاب 3 ملايين وتوا يجيب حتى 10 ملايين، وانا على ثقة من هذا والشعب التونسي كذلك. ما نحكيش على الخونة الجرذان والذباب الازرق المنتشر في كل مكان. اليوم باش نحكيو على راشد الغنوشي اللي تدخل في القضية رسميا وما يحبش النائب يتعدى على المحكمة العسكرية، ووجه رئيس البرلمان راشد الغنوشي رسالة مطالب فيها الاستماع لوزير الدفاع حول قضية راشد الخياري. يحب يحكي مع وزير الدفاع مباشرة وحب يعرف علاش بعثوله معناتها للمحكمة العسكرية، واقترح أن يكون يوم الثلاثاء 27 أبريل 2021 موعدا لهذه الجلسة، ويمتنع على تمرير راشد الخياري إلى المحكمة العسكرية. تو تقولوا انه القضاء منصف في تونس وان القضاء مستقل وندرج نوا وميم طون خايفين من القضاء، لا حول ولا قوه الا بالله. يا اخي اعطيونا وجهه واحده تمشيوا عليها، راه ما عادش فاهمينكم، رانا دخنا. ما تنساوش لايك واشتراك وتفعيل الجرس، ونقولكم باي باي.